السلام عليكم. دوري تشكر المدرب لان يضل بيا تساوي لحد استشرحيت اولا تاثير المقابله وتاثير الصفرحه وايضا يعني الاحوال اللي عيش والسند يمكن اثر في الناس شويه ولا هذا حتى المسائل اللي يمكن انه تشكر تشكرك هذا انه يشكر سميتو المجموعه اللي ديسيدي يخدم الحماس سواء حمسنا الفريق الاول ولا لي كاتيجوري ندريت مزيني لانك بنتني ما يمكنش عندك من خيرات ضويت كلشي تسنتن لان الزملاء اللي حتى لعبنا اللي لكن اللي سنا الحمد لله لحد الان البروجي ينجح 100% واخا غير اللي سنا انه لانت اكراهات لانت يمكن سميتو الاخطاء لكن سنا التكنيك غير الانسان يمكن اخطا ولكن اخطا ترتكنت عن حسن النيه يعني قلت لي ديما نتفكر حماس الحوايج اللي فوقين الفرقه صراحه الحظيات ميد نوكا ديال فتحنا صفر قانس فتحنا لاعبين خاصه انه لكن سنا نشتغل هي الجانب انه تكوين لاعبين لاعبين وكادير الفرقه المنطقه الحمد لله نجح 100% تقريبا لقينا 10 لاعبين المدرب يحدد 10 ولكن صراحه كاين لقينا 10 شكون لان وتوفيت كل تلوحت نقولوا سلع دريسات سيت ولا ولكن لانه بقالنا 10 لاعبين اللي قال المستقبل هذيك الركائز الاساسيه للفريق الحسن تاع كادير الامور كاش واحد تنسن كاين نجاح باهر باغي نقر ماشي غير يمكني ولكن حتى هذو نتو الرئيس المكتب اللي سكان تنتجه نس اللي باش يوفر ظروف الاشتغال ظروف العمل نس الناس كوساد اللي سينا الكوتش ويس 47 ولا 46 مقابلة حمسنا سميتو نجح حوا جهتين بالرغم ان كان الشكوك حل الاول كل شيء طرح على ما استفهام يس الفريقات اللاعبين الامكانيات الماديه كل شيء ولكن باش نتفلت الفروق اللي باغي نقرني انت غردينك غيدا نتيني نساول في طنجه اللي سكن انت دابا تبارين قرنين بركان الجيش الخريبكا يعني بزاف اللي سميتو يخص غير دار نفرح نفتخر لانه الامكانيات سواء البشريه ديما سواء في لاكاليتي ولا سواء في المستوى ولكن يعني تقال تخيري دوي الحمد لله هذا تشكر لكن سينا كنت تشكر بزاف كان مستند نح سواء اللي حنت لعب سواء اللي حال نتاثر كنا باغيين نشكر الدعم النقاش اللي كان نقاش ديما احترافي سواء الى النقد تقبل النقد سواء ايكا بناء او لا يعني ميدان هذيك ديما ميدان اكيس نقاد ميد ولكن انت يمكن مرحبا كلنا يعني نتفهم لان كل اي واحد يرى الفريق نص باش يقع المستوى سواء الجمهور سواء المسيرين سواء الصحفيين على اي هذا تشكر الجميع سواء تشكر حتى مسيو غاموندي استقانس اللي قلت نحيكا الحمد لله لحد الان الامور رفتنا مزيان نتمنى ان شاء الله هي الحاجه اللي كتضرب سواء المسؤولين ولا المسيرين ولا المسؤولين البنت لا ماشي مسيرين بوحدنا يمكن طلبه التربيه ديالنا الحفظ في البروجي الفريق نسي يعني هو اللي كان الاهم باش تدير الاستمراريه يخص الميدن هو اللي كان النداء ماشي غير المسؤولين الحسنيه ولا المسؤولين المنطقه باش تحافظ في التوهجات تحافظ في الحسنيات تلعب حيل المستوى بين بونتيوس غيلا يقال اهم غيلا كي ماني كسر نحافظ حيل المستوى اللي ماشي غير مسؤوليه من الستاف ولا لونترينور ولا الستاف ولا المسيرين يعني جميع المكونات اللي دارت الهم او اللي دارت الغيره في الفريقات يعني حان الاول انه يلتف بالفريق ديالهم ويخليوه في الاعلى كما شاهدنا الطاقات الحمد لله كاينه الكفاءات كاينه قال الارضيه اللي والمسائل اللوجستيكيه اللي كان نفتقدوا لها ونتمنى ان شاء الله نلقاوها مستقبلا وتعطي باش الفريق ديالنا يمشي لنفس النهج التوهج اللي فيه الفرق الكبار الى الان فريق كيتخلص تروازيام مورا الوداد والرجاء الامكانيات يعني برافو 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 وكنشكر جميع المكونات.